السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة. بهذا الفيديو مثل ما اتفقنا راح أحكي لكم كل يوم جمعة عن قصة من حياتي ومن خبراتي ومن تجاربي يلي صارت معي. بهذا الفيديو راح يكون قصة كتير طويلة وإن شاء الله تستمتعوا، هي بعض لمسة عن عبصير بوقع بسوريا. طبعا هو هذا الوضع اللي راح تكون بهذا الفيديو، بس أهم شيء مشان تسمع القصة كاملة وتكون مركز معي أفضل إنك تأخذ سماعات وتبرك هيك لحالك مسوي البيت مشان تسمعني وتشوف تجربتي اللي عشتها أنا، يعني تجربة كانت خروج من الموت. المهم رح نبلش نحكي لكم قصة، طبعا نبلش من النص شو اللي صار وبعدين نرجع لورا نحكي لكم إيش اللي صار قبل وبعدين نحكي لكم شو اللي صار بعد. رح نبلش هلا من النص وهلأ غمض عيونك معي وركز معي. الساعة تقريبا بين 9:30 لـ10 تقريبا، صوت طيارة اجت فوقنا، بعدين صوت طيارة خفيف مركز فوقنا، وبعدين بلوح صوت، وبعدين حس الأرض رجت، ومن ثم نسمع صوت صريخ. بعد 30 ثانية تماما برد نسمع صوت ثاني مرة طيارة، بس ولكن هالمرة بشكل أقرب من ما كانت عليه. بعدين نسمع صوت خبط درج أكبر والخبطة أكبر، واللي هي كانت قصف جامعة حلب. قصف جامعة حلب لما انقصفت أنا كنت بقلب الجامعة، اللي هي المسافة تقريبا أنا كنت تقولوا بقطر دائرة القصف تقريبا مسافة 200 متر، أنا كنت قريب جدا من القصف. راح نحكي لكم وأحكي لكم شو اللي صار معي بهذاك اليوم، لحد اليوم أنا ما بنساه. وهذا الفيديو لكم هلا بنهاية الفيديو حتعرفوا شو اللي صار، يعني مع بعد ما خلص الوقت راح يكون بنهاية القسم الأخير حتعرفوا ليش أنا ما قدرت أحكي لحدا شو اللي صار، وحبيت أوثقوا هذا الحكي بفيديو وسجلوا وجوز يوم من الايام انه حدا بيسال شو اللي صار بسوريا. وفي كتير ناس لسه لحد الان عندهم وجهه نظر ليش قمنا عن بشار الاسد وليش في ثوره بسوريا، مش عارفين ايش القصه وكلهم بيقولوا. ولحد الان في كتير نسبه من الشعب بتقول انه، او في كتير نسبه كتير من العالم العربي بيقول حتى لو كان بشار الاسد ظالم لازم تتضل معه. رح احكي لكم اليوم هي قصه واحده من اللي صارت معي مختصرة، وبعدين رح تشوفوا انه في تشعبات كتير من القصة رح احكي لكم عنها، وبعدين هي بالمستقبل حاحكي لكم عليها وعن تجارب عنها. وهلا نبلش. تقريبا الساعة 9:30 لـ10 لـ4 ماني متذكر الوقت بالضبط، بس ولكن كان في نهاية هاي الوقت بهاي الساعة، الساعة الصبح بعد ما سمعنا صوت القصف. هلا نرجع 3 ساعات لورا شو كنت انا عم بعمل. رح احكي لكم نبذة عن حياتي بسيطة كتير وقصيرة، احاول اختصرها بقدر. بالبداية انا بعد ما خلصت البكالوريا انقبلت بكل الجامعات السورية في التعليم النظامي ادب فرنسي من عدا جامعة حلب لان المدينة ساكن فيها فما قدرت اقبل، فقلت اقرب مدينة لمدينة حلب هي مدينة حمص فسجلت فيها جامعة البعث. خلصت اول سنة تقريبا بدك تقول مع قيام بداية الثورة بال2011، قامت الثورة شوي هيك صار شوية ارتجاجات فما قدرت اكمل امتحاناتي واكمل دراستي. المهم بالسنة الثانية قام الوضع شوي ازداد اكثر سوءا فما قدرت اكمل امتحانات. ب 2012-2013 قرروا انه بيسمحوا لكل طالب في اي مدينه كان ممكن يقدم امتحان بالجامعه اللي هو فيها وبينقل اوراقه لهنيك، وبعدين يصير معامله بينقل الاوراق والعلامات وبعدين يحق له ينقل على جامعه حلب. يعني بسوريا كان تدرس سنتين في جامعه ثانيه وبعدين تنتقل على جامعتك الام او الجامعه اللي انت بدك اياها بعد سنتين ما تخلصون، كان هيك القانون بسوريا. المهم انا بعد ما خلصت دخلت على امتحان. طبعا انا هون كان في عندي ماده محضر عليها، طبعا هاي كانت انا حياتي. طبعا انا هاي الماده اللي كنت رح اقدمها اول يوم بيوم قصف 15/1/2013، اذكر هذا التاريخ بشكل رسمي بشكل جدا جيد لانه كان في عندي ماده كتير صعبه، كان ماده اسمها قواعد واحد هي كتاب باللغه الفرنسيه، كان الكتاب هيك سمكو كان بيحكي انه كان قواعد اللغه مثل ما بتعرفوا انتم باللغه الانجليزيه في عندك شواز، يعني كل كلمه بس لها شواز، بس هي الكلمه لها شواز، اما باللغه الفرنسيه ممكن الكلمه يكون لها شواز بس ولكن في عندك انت 6 أزمنة لكل زمن لها شاذة، والشواذ ما يكون انه خلص هاي الكلمة شاذة خلص انه خلص حفظنا هاي شاذة، لا يكون هاي الكلمة شاذة مع فعل نحن بس بالزمن الفلاني، مثلا بالمضارع التام او بالماضي التام، بس بالماضي التام بكلمة نحن هاي الكلمة شاذة تنكتب بطريقة شاذة. فكان شوي معقد، وكانت بجامعة حمص كانت الامتحانات كتابة وبجامعة حلب كانت، فكانت فرصة لاني اجيب علامة جدا عالية، وكنت محضر بشكل رهيب حتى الليل ما كنت جهزت حالي ورحت الجامعة. طبعا هون في انا كانت الثورة قائمة بحلب وحلب شارع لشطرين، انا كنت ساكن في منطقة قريبة من منطقة الشرطة العسكرية في مدينة حلب، يعني قريبة كتير من المركز، وكانت انا يعني كنت هنيك في حواجز كتير وكان في تفتيش، فكانت اغلب الناس يعني انا كنت اتقصد امشي كل يوم تقريبا 35 دقيقة من البيت للجامعة حتى ما اوقف على اي حواجز، يعني اذا ركبت سيارة حوقف بحواجز اكيد، فلذلك انا بمشي بروح مشي وبرجع مشي. المهم انا لبست الصبحيات ورحت على الجامعه.
طبعا هون بالبداية الساعة 8 كان فيه فترة 8 تبلش فترة، بعدين 8 تبلش فترة 8 ونص ما متذكر الوقت، مو في فترة بعدين فترتنا، وبعدين تجي فترة ثالثة سنة ثالثة، كل سنة لفترة 10 أو 11 كانت، المهم يعني كل ساعة فترة سنة، سنة كاملة خلاص. إنه هالساعة كل طلاب السنة الأولى حيدخلوا يقدموا مواد اليوم أي مادة موجودة عندهم، الساعة الثانية حيدخل مواد السنة الثانية الموجودين طلاب سنة ثانية، بعدين السنة الثالثة لكل. طبعا هم بعد ما دخلنا قاعة الامتحان دخلت على الباب فتشونا، بعد ما خلصنا قالوا لنا روحوا انتم طلاب الاجانب اللي من غير جامعات اللي منتدبين جايين لعنا، روحوا على هاي القاعه كلها كنتوا تدخلوا تقدموا فيها. رحت دخلت القاعه بركت انتظر، دخلوا رفقاتي اللي بعرفهم جامعه تونس وفي ناس ما بعرفهم كنت يعني جداد مسجلين جديد، المهم بشكل ملون طلاب دخلت فيك. نحن كنا تقريبا شي 4-5 شباب، يعني 3 بنات وشابين، وكان في معنا كان في بنت تعرفت عليها، بنت كثير يعني مهضومه كويسه حلوه. المهم بعدين نحكي لكم ايش قصتها بعدين بالمستقبل. البنت يعني مثل ما يقول مثل اي شاب لفتت نظري. بلش نحن دخلنا من الامتحان قالوا لي انه هي الماده عليك رفقاتي انه خلاص لازم تنقلنا، خلاص ونحن زبطنا بركتنا بحيث انه ننقل بعض. فعلا بعد اول نص انا تقريبا باول 10 دقائق كنت مخلص الماده حالها كلياتها وبلشت انقل رفقاتي، تقريبا ضليت شي نص ساعه انا عم بنقل رفقاتي، خلصت تنقيلهم كلياتهم. انا هون البنت بقى عملوا انه عملوا قسم للشباب، قسم للجامعه الجامعه قسم للجامعه قسم للجامعه بل بالقاعه. فأنا البنت باركة من القسم اللي جنبي فبدي أروح لعندها شلون، فرفعت إيدي حكيت مع المراقبة قلت لها إنه هدول حوالي بدون يتنقلوا مني وأنا دارس المادة بشكل جدا كبير وبدي أنتقل لغير مقعد لأني هذيك الفرقة وهذاك القسم من غير جامعة فما بيعرفوني، فخليني أروح عند هذاك الطرف. قالت لي تمام أوكي ونروح نقول. طبعا وانت انت تحكي هيك مع المراقبة فخلاص بتضمنك إنه أنت مستحيل تغشش حدا. المهم رحت باركت ورا البنت وبلشت أنقلها. طبعا بداية التنقيل تقريبا عندنا خلصنا سمعنا صوت الدجة الأولى الخبطة الأولى، هون وقت سمعنا صوت الخبطة الأولى الطلاب ارتعبت. أنا قلت خلص جتنا الفرصة خلينا نكتب بشكل أسرع حتى نقل كل المادة لأن نضامن فيها جايب 99% أكيد حتما مستحيل دارسها أكيد. وأنا عم بنقلها طبعا هون عم بستمر بالتنقيل سمعنا صوت الخبطة الأولى فورا أنا هون في سيطلع فيني إيش اللي صار؟ قلت له ما بعرف إيش فيه، في كتير خوف هو من يعني هو كمان مجرب كتير القصف وشايفه يعني، وخصوصا احنا في منطقة جدا آمنة جدا جدا آمنة يعني تعتبر انت في حضن النظام يعني بيت هذا المفتي سوريا حسون ما يبعد عنا تقريبا شي 1 كيلومتر، يعني احنا في مركز البلد مستحيل يكون في قصف لازم صار في اقتحام من الجيش الحر او صار شي ضرب، المهم كان في لازم يكون في سالفة بالموضوع مستحيل انه يصير هاي القصف غريب غريب جدا. المهم نحن ما اعتبرنا اهم من القصف الاولى لانه تعتبر هي مثل قصيفة يعني هيك جت يعني هيك هاوية وراحت، بس ولكن لما جت الثانية كانت اقوى واقرب بشكل جدا كبير. طيار الغارة الثانية وسمعنا صوت الطيارة شو عم تسوي الغارة علينا، فنحن قلنا انه النظام بيقصف الجامعة 100% تأكدنا من هالموضوع. وسمعنا صوت الضب خبطة بالارض، وسمعنا صوت الخبطة بالارض او الخبطة يعني القصف صارت، ونحن كنا كثير قريبين من القصيفة من القصف. فكنت اتذكر كان في اللور شباك كبير بجامعة حلب بالقاعة الارضية عندهم شباك جيتو ارتفاعه 3 متر يعني هيك على كل القاعة بدل الحياة عاملينه شباك بلور كل البلور بينزل على الطلاب. المهم هون يعني صار رعب بين الطلاب وصار كل الطلاب ايش في ايش في ما حد عارفان. المهم الطلاب بلشت هون اول شيء بالقصف الاولى وقت اجت المراقبة قالت خلاص هدوء ما في شيء لا تحركوا من اماكنكم خليكم كلكم ملتزمين الصمت. المهم الشباب كلها بركات ما حكت شيء، بس لما اجت الثانيه كانت اقوى واشد ويعني تحسها مرعبه اكثر، فالعالم بلشت تركض لبرا وتهرب لبرا. الله لا يدوق حدا هذاك الوقت والله لا يجرب حدا هذاك الموقف، بس راح احكي لكم اللي صار. احكي اول شيء اوصف لكم المبنى شلون شكله. مبنى جامعه حلب اللي كليه الاداب هي عباره عن ساحه ضخمه طبعا لها بابين اسمه الباب الجنوبي وهون الباب الشرقي، هون الباب يدخل منه الهيئه الاداريه والطلاب يعني اللي شغلتهم واسطه، وبنفس الوقت هون انا فتحت التليفون بنفس الوقت في هون شارع، هذا الشارع كله بس له بابين، باب لكليه كليه العماره وباب كليه الادب، وحتى هذا الباب يعني ما كثير مستخدم كثير من الطلاب. المهم هذا الشارع كله مسكر ما فيه شيء ابدا، شارع طويل يعني مسافته تطلع شيء 1 كيلومتر مو قصير. المهم الكليه هون كليه الادب وهون في الكليه في هون قدامها ساحه كبيره، هي هون قدامها هون ساحه كبيره، وهون انت نحن وقت تدخل من باب الكليه في مثل بهو ضخم 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 يعني صاله جدا ضخمه، ونحن صايرين شلون انت تدخل من الباب هيك حط مصنف الباب بظهري صار الصاله، وبعدين اجت القاعه تبعتنا. وطلعت من القاعه
وقفت هيك بالممر عم بطلع هيك يعني من الخوف يعني صوت القصف. يعني انت هون انت ما صدعت يعني وش نحن اصلا نعرف انه في قصف اكيد وراح تصير في غارة تلتة لانه الطيارة عم بتحوم فورا السما راحت. فكنت هون وطلعت صرت اسمع بين الطلاب صار يقولوا الطيارة عم تقصف الطلاب الطيارة عم تقصف الطلاب، وسمعت كلمة الطيارة عم تقصف الطلاب فأنا هون عرفت إنه خلص يعني بدهم يخلصوا من الطلاب هدول الموجودين هون يعني شو صار ما بعرف، المهم لازم يخلصوا من الطلاب، أنا هذا اللي كنت متوقعه وهذا اللي كنت فهمانه. المهم أوصف لكم المنظر، أنا واقف هيك بالممر، ركز معي غمض عيونك وفكر معي، الساحة قدامي كان وقتها الدنيا شمس، بطلع هيك من الساحة من الباب بشوف الباب الخارجي هيك مقابلي، هيك الطلاب كلها توقف على الباب هيك حاول تطلع من الباب والباب مسكر، يعني كان لما جينا كان الباب مفتوح بعدين طلع الباب مسكر ما بعرف ايش قصته. المهم الباب مسكر والطلاب كلها مجمع عليه عم تحاول تهرب منه، يعني فوق ال 500 600 طالب كلهم هنيك هيك عم بيتداحموا بدهم بس يطلعوا من هذاك الطرف، والصاله هيك الضخمه كلياتها الاوراق عم بتطير وطاولات محطوطه بالاراضي. المهم وبلشت تطلع انت، انا طلعت من الباب هذا الكبير، طلعت هيك شفت الطلاب كلها عم تتجمع والصوت الطيارة صفوقها، وكانوا عم يقولوا انه القصف اجت من الطرف هذاك الباب، فعرفت ان هذاك الباب في طلاب. فايش انقلت؟ قلت معناته هاي محل ما عم بتشوف الباب عم الطلاب تدخل تطلع الطيارة عم تيجي تقصف. شوف شنو انا سويت، قلت لا لازم اروح من الطرف الثاني لانه الطيارة حسب يعني تجربتي انا مع القصف بحكي لكم اياها بعدين، بتقصف اول قصيفة ثاني قذيفة بنفس المكان ثالثة ما تقصفها بنفسك كانت تقصفها بغير مكان تلقى الطيارة أو المدفعية أو أي شيء. المهم العبد لله رجع، العبد لله قام حمل حاله ورجع بالاتجاه الثاني من مكان القصف، وطلعت من مكان القصف يا ريتي ما رحت على هذاك المكان. وهون الفاجعة الكبيرة اللي صارت معي لما رجعت هذاك المكان القصف لما رجعت لهذاك أذكر لحد الآن المنظر اللي شفته منظر شنيع جدا. طلعت من الباب كان في عسكري موجود، العسكري ما شفته بعدين شفته عم بيرقد هيك مثل الاهبل رايح جاي بالشارع مو عارف يعني ايش عم بيصير بس عم بيقول لنا هربوا هربوا، كان اساسا ما بعده غيري اساسا ذاك الوقت. طلعت بالشارع صرت امشي فيهم لحد الان اذكر لكم المنظر شلون تشوفوا انتم بالافلام، شخص هيك طالع لابس متطقم لابس قراط شتويه ماشي بالشارع هيك عم بيطلع هيك حوالي في جسس في ناس عم تنحرق ناس ميتة قطع بشرية ايدين اجرين. المهم منظر فعلا لا يوصف لحد الان انا بتذكره كانك متكنك شلون تشوف الفيلم وتكون هذا طلع الممثل نص الحرب او نص القصيفة طلع هيك حوالي الشعب ينحرق ونار طالعة. هذا انا بحكي لكم هاي اللحظة بعد تقريبا 5 دقائق من القصف الطيران، يعني مو مسافة طويلة جدا وما في حدا لسه اجى على الموقع، لا اسعاف ما في حدا ابدا، وانا كنت ماشي هيك ومن الخوف لحد الآن أذكر في شفت سيارة موجودة على حرف الطريق مصفوفة لحد الآن أذكر لونها حمراء كان في بقلبها شخص عم ينحرق، يعني هو ميت وعم ينحرق لأنه الطيارة وقت انضربتهم مات من الشظايا مات وسيارة احترقت وصاد قلبها عم ينحرق. من الخوف ما رحت أسعفته فهمتوا شنو، وكانت يوميتها صرت أرجف 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 معقول هالكم الهائل من الناس ماتت. طبعا الإحصائية وقت طلعت قالوا 180 شخص مات بس، ولكن لا قالوا 88 شخص مات 180 شخص إصابة، بس أنا بتوقع الرقم ضعفين على أكيد إنه كان هاي المكان فيه بصف لكم إياه شلون كان. لما كنت عم بحكي لكم هون على الشارع ونرجع الشارع هون باب كلية العمارة، هو القصف هون إجا باب كلية العمارة قصف الطلاب، والقصيفة الثانية وقت إجت هون على الرصيف الثاني في وحدات سكنية الطلاب محل ما تسكن، فكان وقتها كان في نازحين باركين. وهون الرصيفين مشلولات بشكل كامل وكان في سور وفي شغلات كلها مشلوله ما في شيء ابدا خالص. المهم طلعت انا كنت هون وقت طلعت من القصف، فاول شيء تروت على ذهني انه ممكن ان يمسكوني الشرطه ياخذوني يعني حقوقه معي يعرفوا انه مثلا انا جاي من مناطق المعارضه ممكن ندخل في كثير مشاكل. فاول شيء توارد على ذهني انه انا لازم ابعد عن الطريق الشبهات، اول شيء هذا لازم اعمله ما اطلع مع ما يطلع الطلاب الخايفين لازم انا اطلع طريق ثاني. فانا بيتي هاي هون الجامعة هون كلية الاداب لازم انا اجي هيك، انا شلون رحت هيك لفوق
رحت لفوق كنت افكر هيك هيك لحتى اصل البيت، يعني تقريبا شي ساعة كاملة الف حوالي كليتي جامعات حلب كلها حتى ارجع البيت. ما بدي اروح بشكل مستقيم مثل ما كنت المرة اروح له، بس وقت شفت الاسوار رايحة وما في شي والناس عم تتراقد وما حدا شايف حدا وهذا اللي عم يبكي وهذا اللي ما بعرف ايش، ما كان هذا اساسا هذاك الوقت. المهم منظر الله لا يرويكم لا يفرجيكم بني ادم. تقريبا انا لحد اليوم صار له تقريبا هي الحادثة شي 6-7 سنين مرت، لليوم انا بتذكرها ما بنساها. السور مو موجود، يعني هو سور عالي تقريبا شي مترين، شفت السور مو موجود فدخلت منه، دخلت قلب الوحدات السكنية وصرت اطلع بشكل مختصر وانا رايح البيت. اذكر وقتها بعد تقريبا نصف ساعة اتصل علي اتصلت على اختي بتسألني وينك انت، قلت لها انا جاي على البيت. قالت لي سمعنا انه قصف جمال حلب انقصفت، قلت لها نعم انقصفت كاملة وتقريبا شي 400 جثة مسدودات في الارض، كان هيك اذكر الرقم. يعني انا هذا تقديري انا حطيته، يعني هن كاتبين 88 و180 اصابة، لا هو رقم كان اكثر من هيك بكثير. رجعت البيت حطيت راسي نمت. تاني يوم ثالث يوم رابع يوم ما بحكي ولا كلمة، يعني الكلام اللي كنت بحكيه اللي هو مختصر جدا 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 بسبب الصدمة اللي انا اكلتها بسبب هذا القصف. يعني اول شيء انا كنت مأمن، انا عايش في مكان امن، يعني مكان في نصف مركز نظام مستحيل يكون يصل لعنده، مستحيل 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 تيجي الطيارة بتقصف تقتل هالناس. الصدمة الكبيرة مو هون اجت بعد 3 ايام انه انا ما قدرت احكي وطولت بما تفعلت ورجعت، يعني حتى اذكر يعني حتى وتيجي بدي احكي يعني هيك بدي هيك اعمل ما بقدر احكي. المهم بعد اسبوع كل الجامعة طبعا هون وصار القصف، كان يوم احد اذكر عطلوا الجامعة لمدة اسبوع كامل لحد اللي بعده بلش الدوام. طبعا هون انا رفقاتي كلها نزلت يوم الاحد مشان تقدم امتحانات، هلا كلية الاداب ما قدمتها، فانا حبيت اني اروح اشوف الموقع يلي يعني كان فاجعه جد كان فاجعه. فرحت شفت شفت اللي موجود هنيك يلي شفته شيء لا يوصف. اول شيء انا صدمت من الموقع اللي شفته انه ما كان في شيء ابدا، تخيلوا تخيلوا ما في شيء ابدا. انا بتذكر رجعت على الشارع السور موجود، انا بذكر حتى وقت كنت مريت الجامعة وقت انقصفت كلية العمارة بنتبه عليها نصها انهارت، كلية العمارة رجعت مثل ما كانت، السور رجع مثل ما كان، السور الوحدات السكنية رجع مثل ما كان، الوحدات السكنية اللي انقصفت اللي نصها تدمر، يعني هيك وقت المواجهة موجة عليها قضايا وشوطايا كلها تتنتف هيك وتنزل، وحتى كان في بس كهرباء كله رجع مثل ما كان، الرصيف الزفت كانه ما في شيء. انا قلت لا معناته انا يا واحدة من الاثنين، يا اما عم بتخيل القصفة يا اما انا عايش في عالم اخر، مستحيل انا مخي ما اتحمل هذا الاشي. المهم فيعني وقت شفت هالمنظر هذا مستحيل، يعني حتى لو انهم حاول يرمموا باسبوع مستحيل يلحقوا، مستحيل ايش في مستحيل مستحيل بناء كامل الرد هذا هي اكلته بشكل جديد مستحيل. فطبعا انا هون مالي مالي مثل ما يقول مستوعب الصدمة. المهم دخلت لقلب دخلت على كلية الاداب، ودخلت على كلية الاداب شفت شلون الزجاج البلور اللي كان مكسر نازل على الارض في تراكس صغير، تخيلوا كمية البلور اللي نازل متجمع تراكس صغير جايبينه عم بيلم البلور من كثافة البلور المكسر. فهون انا تذكرت لا معناته انا مزبوط انا مزبوط عشت القصفة وانقصفنا فين اللي مات المات، وانا اللي شفته مو خيال فعلا، يعني لانه هي الترك هذا التراكس اللي بيلم البلور هذا هالكمية الضخمة من البلور، يعني بذكر وقتها يعني بيطلع تقريبا سيارة حمل 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 سيارة سيارتين بيطلع حتى لا بيطلع حمل سيارة حمل سيارة بيطلع حمل سيارة واحدة من كم البلور الموجود. لا بناته انا مظبوط انا لا لازم ارجع لبرا اطلع في شيء بيثبت انه في قنوات قصفة. فعلا انا طلعت لبرا وصرت اطلع بالابنية بشكل يعني تفحيص مثل ما يقول صرت ادرس العمود من راسه والاجري، يعني تخيلوا ان العمود محل ما يكون في شظيه جايه بخشته هيك مثلا ردينها مرممينها مغطينها وشلون الحاطينه محطوطه نفس اللون ومو مبين انه في شيء ابدا. فلما شفت هيك فعرفت انه ما راح الاقي شيء بنصف الهدف، فخلينا بعد شوي
فرجعت تقريبا مشيت تقريبا شي 500 متر شفت شظايا هيك مشلفة لحالها يعني مضروبة هيك مثلا في حيط مضروب ضربة بس مشبوط شفطة، فشفت الشظايا فعرفت انه فعلا اللي صار. نحكي لكم بعد واحدة من القصص اللي انا سمعت عليها وكتير تأثرت فيها، قصة اب او ام مالي متذكرها مظبوط، تدوروا لها يمكن باليوتيوب يمكن تلاقوها، جاي مع بنته او بنتها على امتحان كلية العمارة. دخلت البنت للامتحان، الامية كانت واقفة على الرصيف او الاب واقف على الرصيف تبع السكن الجامعي، الرصيف من هون، والبنت كانت واقفة بين رفقاتها عم تستنى الامتحان يمكن واتها او ثلاثة امتحان ماني متذكر بالضبط، بس المهم بركة البنت واقفة مع نص رفقاتها نص تجمع. قام وقت انجت الطيارة قصفت المكان، الامية او الاب يمكن لقى حذاء بنته بس شاله صار بيفتل على الشباب اللي موجودين بيقول لهم هي حذاء بنتي انا وقتها، وفي واحد حكاها انا بعدين، فواحد من الشباب اللي كان موجودين قالها خالي ما بتذكر، المهم قال بس وقف انت من الطرف الثاني احنا بس رح نلاقي لك اياها رح نجيب لك اياها بنتك ان شاء الله، ورح نلاقيها موجوده ان شاء الله تكون هي موجوده بالمبنى وهيك. طبعا هذا الحكي كله تقريبا دقيقتين او ثلاثه مو اكثر. فالطلاب اللي طلعت صارت تساعد الناس الموجوده ورفاتها بالجامعه، ظلت موجودة هون صارت تتفرق يعني صارت تساعد في إنقاذ الناس الموجودة، هدول سلموا، واللي وقفوا على الطرف الثاني صاروا يتفرجوا. لما رجعت الطيارة بالغارة الثانية كانت الغارة عش ناس اللي واقفة على الرصيف الثاني، يعني هو أبو أو أم البنت كانوا واقفين وأجت الغارة وقصفتهم وطيرتهم. لما تشوف أنت هاي الوحشية الضخمة الموجودة عند النظام، هاي واحدة من القصص أنا حكيت لكم إياها، لسه في مستقبل رح أحكي لكم كتير قصص ان شاء الله، وراح احكي لكم عن قصص صارت معي، انا ما راح احكي لكم عن شيء انه ما صار معي، انا كنت موجود في هذا الحدث، احكي لكم عليها ان شاء الله كلياتها، وظل ادور لكم قصص. حتى في كثير ناس لسه لحد الان ما هم فهمانين انه النظام جائر ظالم، ظلم هالشعب، ظلم هالناس، مو بس بالقصف او انه ظلمهم بالتهجير وظلمهم شغلات، في كثير اشياء لسه راح احكي لكم عليها بالمستقبل لما تسمعوها، لانه انتم دائما بتسمعوا الاخبار من جهات عالميه فتفكروا انه هاي الجهات العالميه هي عم تكذب، ما عم تحكي، وفي منها جزء بيكذب بيهور الشغله او بيصغرها. انا رح احكي لكم اياها كل يوم جمعه ان شاء الله قصه صارت معي انا، ما رح احكي لكم نقلا قصص صارت معي انا. 6 اشهر تحت القصف عشت فيها، جربت فيها، شفت شغلات وسمعت شغلات، وكانت تجربتي هي من اصعب 6 اشهر بحياتي، مو 6 اشهر عفوا 9 اشهر من شهر 7 لشهر 3 تقريبا، هاي الفترة رح احكي لكم اياها تجربة جدا كانت كلها اكشن كلها مغامرة ما بنعرف النوم. وبنهاية الفيديو اذا عجبتكم هاي المواضيع اللي عم بحكي لكم عليها، اذا عجبتكم هاي الفكرة التوثيق اللي هي انا بوثق لكم اياها مو عن قصص او عن شيء، ممكن تحط لي لايك تشترك بالقناة وتستناني الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الجمعة احكي لكم قصة جديدة صارت معي وبس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.